طيب دكتور، سمعنا كده اشعه سريعا حضرتك تجاوب لنا عليها ان السرطان سوري السيليكون في الثدي بيسبب السرطان. سريعا يا دكتور جاوبنا على الاشعه. الابحاث العالميه اللي منشوره كلها بتقول انه السموث سيليكون ما بيعملش اي نوع من انواع السرطان، بل بالعكس ده احنا بنعالج بيه ما بعد السرطان. تمام. للاستئصال. يعني لو صح. سيده او بنت حصل لها سرطان في الثدي وتم استئصاله، بيتعالج بنستخدم هذا السيليكون لعلاج السرطان. فمنين هو بيعمل سرطان؟ اكيد يعني الجواب مش محتاج اي اشعاعات، بيعالج اللي يعني. كان عندها سرطان. تمام. يعني هي اوريدي عندها الاستعداد وتم استئصال الثدي واتعمل لها بناء ثدي طبيعي، بنحط لها ده سيليكون كاحد الحلول.